سلام، مرحبا بكم البنات. ان شاء الله راكم كامل بخير وعلى خير. لا فيديو تاع اليوم راح نكملوا مع بعض سلسله تاع باترونات تاع الاطفال، واليوم راح يكون تاع طفل او طفله عمر 7 سنوات. انا دوكا راح ندير لكم القياسات نتاع العمر هذا، بصح راح ندير لكم الرسم، راح يكون في ورقه باه نوضح لكم طريقه تاع تفصيل تاع فستان. راني بعثت لي صاحبتي وانا بعد شفت باللي في ياسر جروبات يحوسوا على طريقه تاع الفصاله نتاعو، ملا قلت منه نحط لكم القياسات اللي حابه تستفيد تدي القياس وكيفاه تطبقوا سواء على البنات ولا على الاولاد. وفي نفس الوقت راح نوري لكم كيفاه تستخرجوا كي تعودوا حابين موديل معين تستخرجوه من الباترون الاساسي تاعكم. انا هنا راح نخلي لكم الصوره نتاع الموديل في بدايه الفيديو ونخليه لكم هنا باه تكون الفكره نتاعنا واضحه ونمشوا مع بعض مليح. انا راح نطبق الورقه نتاعي كما قلت لكم، مش راح ندير في قياسات حقيقيه في الورقه، بس راح نعطيكم القياسات وهزوهم، واكيد راح نخليها لكم ثاني في صندوق الوصف. هنا عندنا اول قياس وهو عرض الكتفين، وديما هذا هو القياس الاساسي اللي راح نبداو به ويمشي عليه الباترون. هنا عرض الكتفين بالنسبه لعمر 7 سنوات عندنا 29 سنتيم. نحط القياس تاعي على 2 ونحط هنا نقطة، راح تكون هنا. نجو هنا عند العرض نتاع فتحة الرقبة، عندنا فيها 13 سنتيم. نحط القياس تاعنا على 2 ونعين النقطة هنا. نهبط هنا ب2 سنتيم ونرسم خط الكتف، راح يكون بهذا الشكل. عمق رقبة الخلف عندنا فيها 2 سنتيم، نعين نقطة ونرسم الرقبة تاعي. بالنسبة لعمق رقبة الأمام عندنا 7 سنتيم، راح تكون في النقطة هذه. بالنسبة لتحريفة الإبط عندنا 16.5 سنتيم، راح نزيد لها 1 سنتيم حق الخياطة. وهنا عطيتكم ملاحظة من قبل في الفيديو اللي سابقين اللي تبعوني من الأول، ديما هنا ثاني قلت لكم إذا شفتوا المنطقة هذه عند أولادكم كما نقولوا عريضة، راكم تقدروا تزيدوا هنا ثاني حق الاتساع باه ما تجيش البلاصة هذه ضيقة. أنا هنا راح نحط علامة هنا، نعين المنتصف، نجي هنا عند محيط الصدر. محيط الصدر عندنا 68 سنتيم، عفوا هنا تحريفة على الإبط، عندنا 16 سنتيم ماهيش 16.5، عندنا 16 سنتيم. بالنسبة للمحيط الصدر عندنا 68 سنتيم، نحط القياس نتاعي على 4، من بعد نزيد 1 سنتيم حق الخياطة و2 سنتيم حق الاتساع بهذا الشكل. أنا هنا راح نرسم تحريفة الإبط بالنسبة لجهة الخلف، من بعد ندخل من هنا ب2 سنتيم ونرسم تحريفة الإبط بالنسبة للأمام بخط متقطع باه يكون الشكل واضح لكم. أنا هنا راح نعين طول الظهر. طول الظهر عندنا 38 سنتيم، راح يكون في النقطة هذه. محيط الوسط هنا مدت لكم ملاحظة من قبل، قلت لكم باللي الطفل ولا الطفلة يبدأ يكبر الشكل تاع الجسم تاعو يبدأ في التغير. هنا من عمر 4 سنوات وطلع نبدأ نخدمه بمحيط الوسط، وفي بعض الحالات نحتاجه طول الوسط. راني ديما نخلي لكم القياس نتاعو في صندوق الوصف. طول الوسط نحتاجوه في الفساتين تقريب تاع البنات فقط، يعني بالنسبة للأولاد تقريب التريكو تاعهم يكون عنده شكل واحد من تحت، يعني هنا ما نحتاجوش تقريب طول الوسط باه نحدو محيط الوسط. يعني بالنسبه هنا للاولاد راح ديروا طول الظهر ديريكت وديروا هنا محيط الوسط من تحت، هو اخر قياس بالنسبه للقميص نتاع الاولاد. يعني تقريب طول الوسط نحتاجوه في الفساتين تاع البنات باه نحدو منطقه الخصر. انا هنا هذا الملاحظه راح نرجع لها هنا، راح نحط سعة القياس وكأنه بالنسبة للأولاد والبنات، يعني قياس مشترك.
هنا كما قلت لكم محيط الوسط عندنا 62 سنتيم، راح نعين النقطه تاعي هنا، راح نرسم الباترون تاعي بهذا الشكل. هذا هو الباترون تاعنا. باقي القياسات بالنسبه لمحيط الحوض، المهم باقي القياسات الاخرى راني ديما نقول لكم ونعاود نخليها لكم في صندوق الوصف. انا هنا بما اني توقفت عند طول الظهر، انا هنا راح ندير، بما اني راح ندير هنا فستان، راح نكمل نحط طول الجيبا بالنسبه للبنات ولا طول الجيب. هنا عندنا 39 سنتيم، راح نعين نقطة راح تكون هنا. هنا بالنسبة للعرض، العرض هنا اختياري، يعني إذا كان القماش نتاعكم عريض ياسر تقدروا تديروا العرض اللي حبيتوا، تقدروا ثاني تديروا هنا قصة كما الموديل اللي فات اللي درناه في 6 سنوات، كانت هنا عندنا قصة ودرنا تكماش ولا كشكشة في المنطقة هذه. أنا هنا مانيش راح ندير كشكشة، راح يكون الفستان بهذا الشكل. ديما هنا قلنا نطلعوا باثنين سنتيم، ومن هنا ندخلوا بعشرة سنتيم ونرسم خط هكا مائل. بهذا الشكل انا راح نجي هنا. بما انه راح ندير لكم الباترون راح يكون نتاع الفستان الاصفر، انا هنا راح نعين طول الوسط. طول الوسط عندنا 31 سنتيم، اكيد نزيد 1 سنتيم حق الخياطة. راح نحط القياس تاعي راح يكون في المنطقة هذه. انا هنا راح ننسى هذه المنطقه لانه هنا حددنا الباترون تاعنا في الاول اذا كان بالنسبه للاولاد ولا بالنسبه للبنات. هنا دوكا راح نركزوا على الموديل تاعنا واللي هو تاع الفستان الاصفر، راح نوري لكم طريقه التفصيل تاعو. يعني هنا حددنا منطقه الخصر تاع البنات في النقطه هذه، محيط الوسط، راح يكون الشكل تاع الفستان تاعنا بهذا الشكل، يعني هذه الخطوط خاطيه. اللي تكون حابه الفستان تاع البنت نتاعها يكون منطقه الخصر تاعها تكون طالعه، تدير بالقياس هذا اللي حطيته لكم. انا هنا راح نوري لكم كيف نرسم الموديل، راح نعاود الموديل تاعي هذا نفسه في ورقه اخرى باه يكون شويه الرسم واضح. هنا رجعت لكم البنات مع نفس الباترون تاعنا ونفس القياسات اللي مديتها لكم. انا هنا راح نوضح لكم واحد الفكره، نتوما كي تعودوا حابين تستخرجوا موديل معين، لاحظت ديما حتى بالنسبه للفساتين تاع الكبار ولا الصغار في زوج، تحط لك الاخت سؤال في الفيسبوك ولا في التعليقات تاع اليوتيوب، توري لك الموديل تاعها تقول لك مدي لي الباترون تاع الفستان هذا، وتلقاها هي راهي تتعلم في الخياطه. هنا اختي كيفاه راح تتعلمي الخياطه اذا كنت انتي ما تخميش شوي كيفاه هذا الموديل استخرجناه، لازم هنا تخمو شوي وتلقايه الموديل سامبل، يعني باترون عادي ما في حتى حاجه، تلقاو غير تغيير بسيط برك في شكل الرقبه ولا في ليمونش. انا هنا راح نعطيكم الطريقه اللي راح تعاونكم انتي. هنا انا هنا الموديل تاعي رسمته من قبل باه نوضح لكم. شوفوا كون تلاحظوا معايا هنا انا رسمت الباترون تاعي عادي تاع الفستان، ها هو بالقياسات خلاص. نخمم شوي في الموديل، الموديل كيما اللي عندنا تاع الفستان الاصفر واش فيه؟ فيه سبت من هنا، وفيه هنا ستايفي ولا المهم كل وحده كيفاه تسميها، القطعه هذيك تاع القماش اللي مدايره تشرشيف تجي هك. من هنا راهي مدايرينها بلاستيك. اهم حاجه في القياسات نتاعك وفي الباترون تاعك تكوني درتي الشكل تاعك تاع القياس تاع بنتك ترسميه، ورسمي حتى في ورقه وحدي القياس نتاع كل بلاصه. من بعد ثبت هذا وتحدي لهم الطول تاعهم،
حنا هنا عندنا 12 سنتيم، السبت هذو في الطول تاعهم عندنا 12 سنتيم بالنسبه للامام يعني والخلف، يعني هنا الطول كامل تاع السبت يكون 24 سنتيم ونزيدوا له اكيد حق الخياطه. هنا عندنا محيط الصدر، هذا ذوك الشرشيف هذا كيفاه نديروا القياس نتاعه. عندنا محيط الصدر من النقطه هذه للنقطه هذه، محيط الصدر المنطقه هذه اللي تغطي لي الذرعين تاع الطفله نديروا فيها 15 سنتيم. صافي 15 سنتيم، صافي القطعه هذه تاع الجهه هذه يكون فيها 30 سنتيم. 15 سنتيم كي تعود القطعه تاعك مطبقه كامل فيها 30 سنتيم تاع جهه واحده، هذه ثانيه هي نفس القياس. هنا تحدي الشرشيف تاعك هذا اللي راح ديري من ديريه من هنا الطول تاعو قداه، راح يكون بين 10 ل 15 سنتيم بالنسبه لعمر 7 سنوات. نعطيك من القياسات تاع 7 سنوات قداه تلقاو. انت هنا واش ديري؟ تروحي الباترون تاعك اول حاجه. هنا كان ثاني ملاحظه كنت لاحظه اثبت، راني درته مقراب للرقبه، اثبت هنا ماذا بكم من هنا من البلاصه هذه تدخلوا باثنين سنتيم وتخيطوهم هنا باه ما يجوكمش سبت هابطين والطفله يعودوا يهبطولها. نرجع هنا للباترون تاعي، نهبط من هنا ب 12 سنتيم، راح تجيني 12 سنتيم تحت الرقبه تاعي. نحدد النقطه هذه تاع 12 سنتيم، نرسم خط مستقيم بهذا الشكل. من بعد عند النهاية هذه عند تحريفة الإبط نطلعه باثنين سنتيم، وتروحي هكا بخط مائل هنا به البلاصة هذه ما تجينيش معرية ياسر. شوفوا هنا درنا خط مستقيم، هبطنا باثناشن سنتيم، من بعد درنا خط مستقيم، عودنا طلعنا من الخط المستقيم الفوق باثنين سنتيم. من هنا تدخلوا حوالي بستة سنتيم تعينوا النقطة تاعكم، من بعد ترسموا خط مائل عندها وترجعوا عند الخط المستقيم تاعكم. من بعد هنا واش راح نديروا؟ راح نقصوا الباترون تاعنا. هنا راني قصيت الباترون تاعي بالشكل هذا، تكوني تحصلتي على الباترون الاول نتاع الفستان بالقياسات الحقيقيه تاع بنتك. يعني هنا ممكن البنات الشرح تاعي يكون طويل بصح ماذا بيا هنا باه نفيدكم بكل التفاصيل. كاين اخرين واش يديروا؟ تروح تبدا تفصل ديريكت الشكل هذا بلا ما ترجع للقياسات الحقيقيه تاع بنتها. هنا راح تتعبي به تحدي القياسات الصحيحه. ديما ارسمي الباترون تاعك من بعد حدي المنطقه اللي راح تقصيها. دركا هذه اول حاجه رانا فصلناها. نرجعوا هنا عند السبت نتاعنا اللي قلت لكم عليهم، نجيبوا قطعه تاعنا تاع القماش من البقايا تاع القماش. القطعه نتاعي طويتها على ربعه باه نخرج منها زوج سبت. هنا واش راح ديري؟ راح تشوفي هنا ايديك من هنا الجهه المفتوحه، من هنا تحسبوا 6 سنتيم، هنا راح يكون العرض 6 سنتيم، ومن الطول راح ديروا 12 سنتيم وتزيدوا لها 1 سنتيم حق الخياطه نتاع السبت، راح يكون هكذا. نتحصلوا على هذا، نتحصلوا على زوج سبت. هنا واش راح ديري؟ راح تطوي القماش نتاعك اللي فيه 6 سنتيم هذا، راح ديري كفه صغيره، من بعد تعاودي تقلبيهم. شوفي مقص ولا حاجه تعاونك، حاجه رقيقه تقلبي بها. شوفي معايا هنا بالشكل هذا تكوني تحصلتي على الباترون تاع الفستان وتحصلتي على القياس نتاع السبت نتاعك بقياسات صحيحه. هنا واش يقعد لي؟ يقعد لي القطعه هذه، القطعه هذه راح نوري لكم كيفاه ديروا القياس نتاعها وتجي قد بنتكم. تطويها على ربعه باه تحصلوا على زوج قطع، جهه تاع الامام وجهه نتاع الخلف.
احنا هنا اول حاجة راح نحدوها وهي محيط الصدر مقسوم على اربعة ونعينه نقطة راح تكون هنا. من بعد نحدو الطول تاع القطعة هذه، احنا قلنا تكون بين 10 ل 15 سنتيم حسب لطاي تاع بنتك. يعني احنا نقدروا نجيبوا طفله عندها 7 سنوات وطفله عندها 5 سنوات تلقاوهم عندهم نفس لطاي نفس الشكل. يعني هنا على ذلك قلت لكم هذه القياسات نتاع البنطلونات هذه راهي ستوندار، انتم تقدروا تغيروا فيها على حساب لطاي تاع بناتكم ولا ولادكم. هنا عندنا قلنا من بين 10 ل 15 سنتيم، احنا نفرضوا نديروا 15 سنتيم نعينوها في النقطه هذه راح تكون هكذا. من بعد هذا محيط الصدر راح نزيد له 15 سنتيم. هنا ما تنساوش بلي القياسات نتاعنا بلي القماش نتاعنا اللي رانا نفصلوا عليه راهو مطوي على 4، يعني هنا ديروا 15 سنتيم تكون في النقطة هذه. واكيد نزيدوا لها حق الخياطة. انا هنا راح نقص القطعة تاعي بهذا الشكل. نرجع هنا عند الفستان تاعي، هنا انا راح نجيب القطعه تاعي. انا هنا راني حددت لها المنتصف، راح نحطها في منتصف تاع الباترون. من بعد نبدا نخيط بشكل عادي، نخيط من البدايه هذه حتى للنهايه هذه. هنا راح ندير لاستيك، اكيد كي نخيط الامام والخلف ونلصق القطع اكل مع بعض. من بعد ندير لاستيك مره واحده للجهه هذه ونزيد ندير للجهه هذه، راح تعطيني كشكشه الجهة هذه وتكون يعني مزيرة شوية على الطفلة، ما يعودوش مطلوقين. من بعد هنا الموديل اللي عندنا فيه قفلات، هنا تقدروا ديروا القفلات هذوك تلصقوهم هنا للتزيين برك بلا ما تقصوا المنطقة هذه، خاصة هنا المبتدئات في الخياطة مش راح يقدروا يديروا الطريقة هذه حتى يتعلموا مليح. انا هنا راح ندير لكم مراجعه صغيره برك واش خدمنا. هنا درنا الباترون الاساسي بالنسبه للولد ولا البنت. من بعد رسمت لكم شكل الفستان وهذه الطريقه اللي تتبعوها، ديما ارسموا في ورقه الباترون تاعكم الاساسي عادي، من بعد طبقوا عليه الشكل تاع الفستان اللي عندكم اللي حابين ترسموه. من بعد هزوا القياسات نتاعكم ولا تاع بنتكم وطبقوها على الشكل الحقيقي ولا على القماش نتاعكم. ان شاء الله تكون هذه الطريقة واضحة، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد.